بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم عندنا لافتتاح الدوري المحلي لكرة القدم لجماعة حمر قلاشة بمناسبة عيد العرش المجيد إن شاء الله بإذن الله. اليوم تنشكروا السادة الصحفة وتنشكروا الفريق التنظيمي وتنشكروا كل من ساهم في هذا العرس الكروي قريبا أو بعيدا أو ولو بجرة خط، يعني نطلب الله باش يكون التوفيق للجميع وفي هذا العرس الكروي اللي هو نضمطه جماعة حمر قلاشة واللي هو المضمون منه هذا العرس الكروي، وهو غادي نختاروا منه إن شاء الله، لأن اللجنة غادي تختار واحد الفريق اللي غادي يخرج من هاد الفرق اللي هي 17 فريق اللي ترشحات في هذا الدوري، اللي غادي نجبدوا من واحد الفريق ديال جماعة حمر قلاشة باش إن شاء الله بالإذن تاع الله باش نشاركوا به في العصبة إن شاء الله بإذن الله. وشكرا للجميع وشكرا لكم الصحافة. حضرات راه داز عندنا يعني عرس، يعني أنا كيبان لي أنا وكأظن يعني كيبان لي أحسن دوري، كيبان لي راه حضروا الناس يعني مزيان، وكانت حتى واحد الفولكلور الهواري زريعة مصطفى زريعة المعروف حتى هو اللي نشط لنا هذا الدوري اللي كان في واحد المتناول رائع وهائل، ويعني الافتتاح داز بأحسن وجه كامل، كل شيء داز بخير وعلى خير وشكراً.